هو فصل آخر من فصول الإهمال والتسيب بقطاع الصحة بالجلفة، قطاع أضحى ينام ويستيقظ على فضائح التسيير واللامبالاة والتلاعب بحياة المرضى. آخر ضحية تبلغ من العمر 13 سنة تدعى صنقرة حفيظة فرح، تم طردها من المستشفى من دون علاج، الأمر الذي أثار حفيظة العشرات من المواطنين والذين احتجوا أمام مديرية الصحة مطالبين بالتحقيق الفوري فيما يحصل داخل مختلف المصالح الطبية. إنه التسيب والإهمال والتلاعب من جعل قدم حفيظة تتعفن، وأكثر من ذلك تطرد دون رحمة أو شفقة. يا أخي هذه راهي دارت العملية في مارس 2015 في المستشفى هنا العمومي الكبير، ومكثت حوالي 36 يوم، ثم خرجت بدون جدوى. ومن بعدها طلعت العيادة تاع البريفي تاع سيدي ثامر بوسعادة من اجل باش يكملوا لي العلاج. قال لي يا ودي الطبيب اللي جرحها لازم يعطيك كونتروندي واللي ورينا واش راه خدم لها. جبت البريه تاع ليرجونس وقدمتها هنا، ما حبوش يدخلوها لي. من بعد قلت له كيفاش واش ندير لها؟ قال لي ما عندهاش علاج. قلت لها ما حبتنيش ندخل. ايش قلت لك؟ قالت لي بلي ما تدخلش السيرفيس تاعي. وخرجت حزين انا وميمتها، وراهم شافوني كاع جماعه ورحنا. قالت لي ما عندك حتى اسمها، وقالت لي بهذه الكلمه، قالت لي قسما ما تدخل السيرفيس تاعي. الوقفة الاحتجاجية تحولت إلى محاكمة علنية لقطاع الصحة، حيث أكد المحتجون بأن أوضاع الصحة تدهورت بشكل كبير في ظل فشل الوصاية في وضع حد لهذا التسيب. نطلب من وزير الصحة أنه يعالج القطاع الصحي، لأن قطاع الصحي المرض اللي في القطاع الصحي ما هو في حتى بلاس. هذه القطرة التي أفاضت الكأس بنية دار الشيوخ، كلنا متضامنون على هذه الطفلة. اليوم الإهمال الطبي والتسيب والتعاطي مع المرضى ثالوث يؤرق الصحة بولاية الجلفة التي صارت تعيش في عفن مستمر. نطلب من سيادة الوزير تدخل في حالة الفتاة هذه، لأننا الزوالي ولا في بلادنا ما يقدرش يعيش. تجي لأي طبيب ولا تجي لأي مدير ولا لأي مستشفى ما يخليكش تدخل. دموع حفيظة فرح اختصرت كل شيء، فلا حفاظ على صحة المواطن ولا فرح بالتكفل والعلاج. ليبقى التساؤل قائما، متى يخرجون هذا القطاع من عنق الزجاجة؟